وفيما يخص الحرب في قطاع غزة، أكد الرئيس السيسي حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل أعمالها العدائية. وحذر الرئيس السيسي من المخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، بما يهدد حياة ما يزيد عن 1.5 مليون نازح. إنما تمارسه سلطة الاحتلال إزاء المدنيين في قطاع غزة يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقد حذرت مصر مرارا من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، كما تحذر مصر أيضا من المخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، بما يهدد حياة ما يزيد على 1.5 مليون نازح. تتحمل إسرائيل مسؤولية حمايتهم وفقا لقواعد القانون الدولي. ونؤكد كذلك على أن قرار بعض الدول تعليق مساهماتها لوكالة الأونروا يتنافى مع كافة الأعراف والقيم الإنسانية، ويؤكد مرة أخرى على التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مزدوجة. فلا يمكن أن تعاقب وكالة أممية بأكملها بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها. علاوة على ذلك، فإن الأونروا تقوم بدور حصري في استقبال وتوزيع المساعدات في غزة، ولا يجب المساس بهذا الدور.